أهلا بكم أعزائنا المستمعين ومستمعاتنا أيضا في كل مكان إلى عدد اليوم ضيفي الصباح. إذا كما تابعتم عبر صفحتنا على الفيسبوك، موضوعنا اليوم ليست قضية ساعة ولكن قضية أشهر وسنوات وقضية اقتصاد في كل لحظة، في كل استشارة، في كل اتفاقية، لأنه يتعلق بالاستشارة وكثيرا ما تغيب في يوميات مؤسسة. في السياق نسعد باستضافة الخبير المستشار ورئيس جمعية ترقية مهنة المستشار لدى المؤسسات السيد عبد الرحمن سليماني. سيدي أهلا بكم. أهلا، يعطيك الصحة والله فيك. إذا سيد سليماني، مهنة المستشار، هل يؤمن مسير المؤسسة الجزائرية، ليس جميعا ولكن في العموم، هل يؤمن مسير مؤسسة جزائرية بتوظيف مستشارين، بأن يدفع المقابل لمستشارين كي يفكروا في سبل الحفاظ على مسيرة تنمية وارتقاء مستوى مؤسسة اقتصادية ما؟ على حسب الخبرة التالي، المسير ما يأمنش بالاستشارة، ما يأمنش، ونأكد عليها لأن كانت عندي خبرة في شرق البلاد، درت مهمة واتصلت ب 16 مؤسسة. هاد الاستشارة، هاد المهمة هادي اسمها دارتها لونيون اوروبيان، الاتحاد الاوروبي، وهما دونك داروا معايا كونطرا باش نشوف المؤسسات هادوما اللي خيروهم هما في 16، باش نشوف وين واصلين في لا ميزانيبو، وين واصلين فيها. دونك شفت كاع المسيرين في 16، واحد ما صبتوش يهتم بالانفستيسمون ايماتيريال، ماذا به هو الانفستيسمون يكون مادي، يلزم انت كي تروح كمستشار وتعطي له حلول، يقدر يقول لك ما تقدرش تعرف خير مني، انا يا مسير، انا اللي خلقت هذه المؤسسه، نعرف واش لازم ندير. و هذا الشيء في الديفلوبمون تاعنا، هذا الشيء صاير كوا. نعطيك مثال، التكوين مثلا في المؤسسه، التكوين الاصيل، الدوله دايره هذيك 1% تاع لا ماس سالاريال، الزام يعني المؤسسات، هي ان تاكس. اي بان المسير يخير يخلصها للامبو وما يكونش الخدمه تاعو، على ما تجي حاجه ثقيله وما ما ما تهموش. دونك ها وين واصلين، قلت لك في الامن هذايا تاع الانفستيسمون ايماتيريال، الاستثمار اللامادي، الاستثمار اللامادي. طيب خلينا في صوره او مهنه المستشار، يعني عمليا هل هي وظيفه معتمده هذا المستشار؟ يعني ما وظيفة المستشار أصلا سيد سليماني، ما دام أنه في يعني مسيري مؤسسة لا تؤمن بهذا المنصب أو بهذه الوظيفة؟ باش نجاوبك على السؤال هذا، لازم نقول لك باللي علماش هذه الجمعية، علماش خلقنا الجمعية هذه، باسكو ما نتعرفوش بيناتنا. المستشار كاين في كل بلاد، كاين مستشار ولكن ما نعرفوهمش. شكون عرفونا بهم؟ الأجنبيين. جا je vais pas les citer mais c'est les fondations محطوطين هنا في الجزائر، هما اللي بداو يشتغلوا بهذا المستشار. شكون هو؟ وراه في الجزائر؟ شحال عنده من سنه هو خدام؟ عنده مؤسسه ولا يخدم وحده؟ باسكو كان مستشارين فريلانس، ما يخدم بلا ريجيست دو كوميرس، وفق الطلب يعني، ايه بلا ريجيست دو كوميرس، يخلص الامبو تاعو مع المؤسسه ولكن خدام، مي ما نعرفوهمش. دونك خلقنا هذه الجمعيه باش نشوف، اللي هي عفوا نذكر جمعيه ترقيه، فوالا جمعيه ترقيه المستشارين، في ترقيه مهنه المستشار في مؤسسه، فوالا. المستشار ما يلزمش نكونفونديوه مع كاين كونسلتون كاين كونسيي،
وكاين مش كيف كيف مش شنو الفرق سيد سيماني؟ الكونسيي يخدم سيغ دوسي، يعطوا له دوسي باغ اكزومبل، ناخذوا كونسيي تاع وزير، الوزير يعطي له الدوسي ويقول له بحث الدوسي هذايا وشوف لي يدرس الملف فوالا يدرس فوالا. الوغ كو لو كونسلتون المهنه تاعو هو مرافق، سيتادير يتبع المسير، المسير يطرح له المشكل تاعو الا قدر يطرح، باسكو كيلكو فوا نتلاقاو مع مسير ما يعرفش يطرح المشكل، يقول عندي مشكل ولكن ما يقدرش يبينو. دونك المستشار يعاونو باش يحقق ما هو المشكل تاعو قبل ما يبدا. خليني نحط روحي في بلاص عامل في احدى المؤسسات سانت سيماني ونقول لك ربما نعمت الدائمة باللي هذا المسير ليس لا يدرك كيف يعبر عن المشكل تاعو، لكن هو نقول لك انه هذا المسير لا يرغب في ربما الكشف عن تفاصيل المؤسسة تاعو لتفكيره بانه هو لازم يملك كل المعلومات وهو الذي يسير ويدقق ويعني يوقع ويدير كل شيء، وبالتالي فلا داعي لهذا المستشار الذي قد ياخذ المال ويذهب فقط، يعني ما عنده ما يقدم لي ولا اضافه. هذا فكر البعض على الاقل. يقدر يكون هذا الشيء، يقدر يخمم هكذا، يقدر يخمم هكذا، ولكن هو عنده يلزم يخير ما هو المستشار اللي يقدر يعطي له حلول للمشاكل تاع اللي طرحها. وباش يخير لازم يعرف وين يخير. انا نعاودوا نقولوا السؤال الاولاني، شكون هما المستشارين تاعنا وراهم؟ حنا يلزمنا سيت مثلا، سيت رانا عندنا سيت وين ننشروا كاع المستشارين اللي كاينين في قطر الجزائر. باش نولي لك الجمعيه هذه، جمعيه ترقيه مهنه المستشارين، كونناها في 2012 و كيفاه نظمناها؟ درنا ديليغاسيون في كل حي، مش حي، ريجيون، في كل منطقة يعني. في كل منطقة عندنا خمسة ديليغاسيون، المهمة تاعهم هما يبحثوا شكون هما المستشارين. وعلاش قلنا باللي الجمعية هذه باش ترقي المهنة؟ لان ما كاش تكوين في المستشار، ما كاش في الجزائر ما كاش تكوين في المستشار حتى في المعاهد والجامعات والمؤسسات، ما كاش ابدا، ما كاش بروغرام، ما كاش بروغرام كونسلتون. دونك كيف نبين انا روحي بلي راني كونسلتون؟ الوغ في الترقيه هذه واش فكرنا؟ نسيرتيفيو لي كونسلتون. هذه جات مع ايزو 17024، اسمها لا سيرتيفيكاسيون دي بيرسون. دونك لا سيرتيفيكاسيون على ماش، باسكو ميم دو كا لو ديبلوم تاع لونيفرسيتي ولا اي ديبلوم عنده وقت. مثلا انايا التكوين تاعي في السيكولوجي درتها في عوام السبعينات، الديبلوم تاعي ما يسوى والو دركا، سيدير دركا على خاطرش كاين تطوير، يعني كاين 30 40 سنه فيه تغير في كل شيء. دونك الواحد باش يقعد في الموضوع يلزم دائما يتكون نفسه، يكون يدير راسكار. الوغ السيرتيفيكاسيون هذه جات حاجه جديده، راح تدخل ان شاء الله مع لاكومبانيمون تاع الجيراك، ان شاء الله تكون مرافقه الهيئه الجيراك تابعه لوزاره الصناعه والمناجم. يجي النهار وين ان شاء الله تكون الجمعيه تاعنا عندها لوتوريزاسيون، elle va être accréditée باش تكون عندها لوتوريزاسيون pour certifier des consultants. غدوة من غدوة كي غادي باش نولي السؤال تاعك، يكون مسير يحوس على ان كونسلتون واش يقول له؟ يقول له ما كاش ديبلوم، يقول له عندك سيرتيفيكا، وزاد سيرتيفيي ولا با سيرتيفيي. دونك يبين باللي ولا هاد لا سيرتيفيكاسيون ماشي كيما لو ديبلوم، كل ثلاث سنوات يعاود لا سيرتيفيكا تاعو، سينون نحوها له. دونك دونك هو يعود بهذا الشيء هذا يخدم، وما يكونوش دي شارلاتون كما يقولوا بالفرنسيه، دي شارلاتون، واحد يبين روحو باللي كونسلتون الوغ ماشي هو كونسلتون. هذا الشيء اللي صرا في لي بروغرام دو ميز انيفو مثلا، ولا لو بروغرام تاع لانساج، ولا وين اون توجور بوزوان دان كونسلتون. لماذا لانساج سيد سليماني؟ يعني ربما هي واحده من الاليات باش تخلق شويه كلها، لكن نتكلموا كثيرا على المرافقه، لانه البرامج التي انطلقت والدعم لبعض القطاعات واليات التشغيل
يعني بعدين كان فيها إشكالية، والحمد لله القطاعات فكرت في ما يسمى بالمرافقة، يعني مرافقة هؤلاء الشباب أو منشئي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة أو المستفيدين من القروض لضمان حسن سير مشاريعهم وبالتالي إعادة الأموال التي أخذوها إلى أماكنها. يعني درك ليس المرافق ليس المستشار؟ المرافق لازم يكون مرافق مع الجان هذا اللي حب يكون عنده مؤسسة تمشي، مي يلزم هو تاني يفكر باللي يكون عنده بيجي باش يعاونوه. ما تقدرش كي تاخذ انافوكا تخلصو ياك كيف كيف، مستشار كيف كيف، كيجي مستشار باش يعاونك تتقدم لازم تاني يعاونك مثلا دير البيزنس بلان تاعك. ما تعرفش انت جون قال الفكره تاعي ندير مؤسسه مثلا اي مؤسسه، ولكن لازم لك بيزنس بلان باش تعرف وراك رايح من على 3 سنين ولا 5 سنين ولا، لازم تعرف بلي شيفر وراك رايح. دونك المستشار يقدر يعاونو في الشيء هذايا. و سمعت بلي لانساج داروا عده هيئات اخرى مش مرافقين، ماشي دي كونسلتون، باسكو لي كونسلتون هو البروبليم. قلت لك كتبنا الوزير الاول، كتبنا له باش نقولوا له يلزم المارشي دو كونساي يزيد كوا. دونك ما عندناش مارشي دو لوفر، رانا معاه حنايا رانا نحوسوا شكون لي كونسلتون كي سون كاباب سولون لي سبيساليتي. على اي اساس فقط هنا للتوضيح، على اي اساس يتم اعتماد مستشار من غيره؟ يعني هل هي تراكم تجربة سنوات، ربما إطارات خرجوا عندهم 10 20 40 سنة في قطاعات معينة، هل هي تكون في لغات وتكوين خارج الوطن؟ لأنه تدرك بأن هناك إشكالية مطروحة ربما سنعالجها في لقاءات قادمة في ضيف الصباح. يعني يقدر يروح إنسان يعني ألف أو جيم أو ها أو أي حرف على كلها في المعادلة، يدير تكوين في بلد أوروبي أو بلد إفريقي أو آسيوي تاع 3 أشهر مثلا على سبيل المثال بين قوسين في الطب أو غيره، ويجي ويفتح ربما هيئة أو مصلحة ويقول لك أنا عندي تجربة وأنا خريج معهد أو كلية أو جامعة كذا. على أي أساس أنتم كجمعية مهنية لترقية مهنة مستشار مؤسسة تعتمدون مستشار سياسي؟ فوالا حنايا درك المستشار تاعنا كيش نقول لك قبيله، هو كما راك حكيت درك انسان عنده خبره ديجا في المؤسسه وخرج روتيريت مثلا، يجي نهار وين تستعرف به المؤسسه ها الروتيريت هذاك عيطوا له يجي يعاوننا، عندنا مشكل بالك يحلوا لنا، يبدا هكذا المستشار. حنا تعلمنا الميتي تاعنا مع لي زيتالونجي اللي جاو هنا، داروا عندنا بزاف لي مؤسسات اجنبيه، مؤسسات اجنبيه تخدم مازالت تخدم بزاف قويه كوا، دونك يخدموا مع المؤسسات تاعنا. واش يديروا هذوما؟ يعيطوا للجزائريين، علاش؟ باسكو الجزائري يعرف البلاد تاعو، يعرف واش الولايه ويعرف واش لابي سي، يعرف واش مثلا. ما هو الشيء اللي تحتاجه مؤسسات اجنبيه هذه اللي راه في الجزائر سي سليماني من خدماتهم؟ هل هي اطلاع، تدقيق، بحث في السوق، توجيه ربما، شيء من عندكم؟ نعطيك المثال تاعي مثلا، انايا عيطت لي مؤسسه اجنبيه باش ندير تنظيم في مثلا مؤسسات جزائريه، ويخلصوني على ماش هما يعيطوا لي باسكو نعرف البلاد، دونك عندي خبره في المهنه هذه، ومام طون في عوض يجيبوا اجنبي يخلصوه قوي يخلصوا الجزائري اكيد. فوالا دونك باش هما يدوا الماكسيموم بينيفيس تاعهم. هل هذا يعتبر اضافه لمساركم انتم، لمسار الجزائري عموما، لما دام انه مؤسسه اجنبيه تستثمر في او تستفيد من خبره؟ انتم عندكم 54 سنه في مجالكم سيد سليماني، هل هو دليل على انه في اطار جزائريه يمكن اعتمادها والاستشاره فيها عوض ربما الرجوع الى الاجانب في بعض القطاعات مثلا؟ مثلا بيان سور كاينين، على خاطر دارك عندنا اعتراف عمليا بقدرتكم. هي بالك نهضروا في بروبليم ان بو سوسيولوجيك، يعني ما نأمنوش بزاف بالجزائري، سيما ما نأمنوش بالقدره تاع الجزائري. هذه في طبيعي في كل مؤسسه توري له واحد ايترونجي قدامه سليماني يبريفير ليترونجي ولا سليماني.
احنا في السليماني ولا الاجنبي؟ مملوك سليماني قادر على الاجنبي. سيد سليماني، كنا في سبب تطرق الى نقطه مهمه، يعني انتم قلتم بانه ربما ما فيش فقه، لكن اعتقد انه فيه على الاقل ما يكفي من الناس التي تؤمن اليوم بفعل التجربه الاقتصاديه وشراكات اجنبيه، وانتم تتكلمون عن استشاره مؤسسات اجنبيه وطلبها لخدماتكم، فهذا دليل على انه يمكن الاعتماد على اطارات الجزائر عوض الاستنجاد بمكاتب دراسات او مستشارين اجانب. كاين عندنا، يسمى عندنا الكونسلتون قادرين باش يعيا بيسك راهم يخدموا، يلزم يبينوا لي كونسلتون تاعنا، يلزم يبينوا باللي استفادت المؤسسه اللي، وهكذا يمشي الكلام. الواحد مسير يتكلم مع مسير، مام حنا في الجمعيه نديروا دي كونفيرونس مع باش نخبروا باللي كاين هذه المهنه هذه اكزيست. درنا واحد 3 ولا 4 في لو سود، في الاست، في الويست، دي كونفيرونس مع لي بي ام او باش نقولوا لهم، نبهوهم على الكونساي. المؤسسات الصغيره والمتوسطه. فوالا. قلت لك مام البرومي مينيستر حبينا ننبهوه، قال عاونونا باش هذا السوق هذا تاع المستخدمين يبدا يعمل كوا، دونك يعاون في المؤسسات. حنا عندي الكونسلتون تاعنا اللي هو سونتر دي ديفلوبمون ايكونوميك، هو المركز، باسكو يعاون بزاف، على خاطرش عنده منهجيه، عنده لي زوتي باش يخدم، يقد الوسائل باش يعاون المؤسسه. ولكن انا نقول المؤسسات لازم يامنوا بالانفستيسمون ايماتيريال، الاستثمار المادي، فوالا لازم يامنوا به. راح يخسر دراهم صح، ولكن تجيب له اكثر، باسكو ينحلوا المشكل اللي راهو طرحوا ويعاونوا بالبزاف. انا نخدم مع مؤسسه، يجي النهار بالك تعرضني ونجيب المؤسسات اللي عاونتهم، يقولوا هما بداتهم باللي استفادوا بزاف، على خاطرش كاين شي حوايج الخبراء اللي عندهم في المؤسسه ما يلاحظوهاش. انا كي نجي افيك ان اي نوف كوا، دونك ما نعرفش المؤسسه، ماش داخل في الوسمو، يبانوا لي خير من الواحد اللي يكون داخل في المؤسسه. لكن اسمح لي انا فقط اخذ كلمه سيد سليماني، قلتم ربما راح يخسر، اعتقد انه هي مش خساره ما دام انه استثمار في مقابل نتيجه مقابل انتظره من هذا المستشار او مستشارين عفوا معي في المؤسسه، فهي ليست خساره في نهايه المطاف. يعني يجب ان نوظف كلمه خساره، هي في نهايه المطاف فائده للمؤسسه، للمجمع، للهيئه، لهذا التحدي الاقتصادي مثلا. يعني انا الخساره هذه تكلمتها بالبداني ديبونس، يدير اون ديبونس، ولكن هذيك لا ديبونس تجيب له، يعني نقول بلي تجيب له. سي بور سا انا كنت نهضر على الانفستيسمون ايماتيريال. انفستيسمون ايماتيريال سا فيدير هو راح يخلص، ولكن واش عطيت له؟ انا عطيت له الريح، ما عطيت له والو، عطيت له حلول. ولكن الحلول سوا يقول عاوني باش نديروها نطبقوها، سوا يكون عنده ديجا دي اطارات داخل المؤسسه هي اللي تطبق الحلول اللي تقول لي مؤسسة عندي مشكل مثلا مع الأجور، قال أنا نقدر نعاونك باش نسيب لك حل باش تكون عندك سيستم أجور واحد آخر. ولكن يلزم الواحد يكون في المؤسسة يخدم معايا باش نبيع له الحل هذاك، نتكلم بهذه الكلمة تاع نبيع له كوا، سي فوندغ لا سوليسيون، يبا كو برودوير معايا، إي أون ميم تون يقدر يطبقوا. إذا ما عندوش الإطارات أنا يقدر المسير يقول لي عاوني باش نطبقها كوا، دونك ندير سيستم ريميراسيون واحد اخر كوا، دونك جديد. وهو واحد من الحلول. خدمت مثلا مع مؤسسه وطنيه كبيره استراتيجيك، كان عندهم مشكل تاع ريبيرتوار دي بوست دو ترافاي، كانوا عندهم واحد 850 بوست دو ترافاي في الريبيرتوار، خدمناها وصلناها ل 650. علاش تخدم افيك 850 امبلوا لوكا عندك في الصح 650 برك بوز دو ترافاي؟ دونك عاودناها هذيك لا لو ريبيرتوار. هم حلول اللي يقدروا يعاونوا المؤسسه، ولكن المؤسسه ماشي كي اللي بعث لها الميكرو راهو هنا الميكرو، انا بعث لها دو فون كوا، دونك سي دي سوليسيون سي دو فون، il faut maintenant les mettre en œuvre et il faut veiller à ce que لي ريزولتا يبانو كوا، دونك فوالا هذا الشيء اللي يقدر يدير يكون المسير يامن بالاستشاره. وهنا دوركم في التقارب ايضا من هذه المؤسسات الاقتصاديه. قبل ان اتحول الى هذه النقطه سيد
سليماني كجمعية اليوم كم تحصلنا من المنضوي تحت روايكم، يعني المستشارين الذين وجدتموهم أو انضموا إلى الجمعية؟ هل فيه موقع إلكتروني؟ وهناك من يسأل عبر صفحة فيسبوك في هذه اللحظة إذا فيه موقع للمتابعة، لأنه أحيانا كما يقولوا في بعض القطاعات وفي بعض الأحيان تختلف الأمور، يعني الناس كلها تتكلم باسم المستشار وكأنه يعني مع احتراماتي لجميع المهن على العين والراس، يعني وكأنه الجزائر اليوم تتلف له أحيانا، يعني لما تقول بلومبيي مثلا يعني سمكري ولا تحوس، فتلقى كثير من الناس يروح مواقع إلكترونية ويديروا صفة تاع السمكري وهلوما جرا. في الاستشارة كجمعية تحترم نفسها مع إطارات لديها خبرة حقيقية يمكن أن تفيد بها المؤسسة والاقتصاد الوطني، كيف السبيل إلى التواصل معكم وكم عدد المستشارين اليوم الذين يتبعون أو هم اتصال دائم معكم؟ الوغ عندنا دابور حنا عندنا ان بلان كومونيكاسيون، عندنا في عندنا فوالا خاتمتو كوميسيون داخله في المؤسسه في الجمعيه، كوميسيون ريلاسيون كومونيكاسيون ريلاسيون اكستيريور، هذه داخله عندنا ان بلان كومونيكاسيون فيه واش فيه؟ فيه دابور لو سيت، عندنا ان سيت apromesse.dz apromesse.dz هذه ديجا حنا دوموندينا لي كونسلتون تاعنا قلنا اون بو فوز افيشي. دونك المؤسسه كي تدخل في لو سيت تعرف يعني في عندي مؤسسه في تيارت، نقدر نشوف في تيارت واش عندي مستشارين وخيار ستادير هو اللي سي لوي ريسبونسابل دون لي شوا، هو اللي قال لي عيط ثلاثه ولا اربعه ولا واحد مور الاخر، قالوا يقصر معاهم ويشوف شكون اللي يولموا. هذا لو سيت. عندنا اون باج فيسبوك ثاني تعبر على كاع لي زيفينمون اللي نديرو، رايحين نديرو ان ايفينمون لو 6 هذايا تاع السبت القادم، السبت القادم. هذا ليفينمون هو سموه لا جورني دو ميتيي دو كونسلتون، ايام مهنه المستشار. نديروها ايام السادسه اعتقد، ايام السادسه هذه لا سيزيام اني، باسكو المؤسسه الجمعيه هذه عندها 6 سنين دركا ملي انجازت. و هذا لا باج فيسبوك. عندنا لي زيفينمون كون في، درنا ان ايفينمون في بسكرا، درنا ان ايفينمون في وارن، درنا ان ايفينمون في بومردس، باش نكلموا البي ام او ونقولوا له يتصل بال اذا عنده مشاكل يتصل مع المستشارين. فوالا دونك رانا نعاودوا في السيت تاعنا باش نخرجوا لو جورنال تاع لو كونسلتون. نديرو واش نديرو تاني الايام السادسه، عفوا السيد سليماني لمن هو مهتم او بامكانه التواصل معكم عبر مختلف وسائل التواصل، يعني ما الهدف منها؟ ما الذي ستحمله؟ يعني كانت في ايام اولى وثانيه وثالثه واربعه وخمسه، ايام السادسه ما هي الاضافه الجديده؟ يعني هذا العام خيرنا الموضوع لا سيرتيفيكاسيون، خيرنا لا سيرتيفيكاسيون لان دركا les entreprises alors chef avec les appels d'offres dans le cas pour les entreprises ils exigent les appels d'offres les ISO ils exigent ISO les normes. Est-ce que vous avez le certificat de l'entreprise? Dans le cas il va y avoir un certificat de personne, a dit je dis d'Afrique d'Azur certificat de personne, ça veut dire on a un mèche de diplôme ta quoi ça l'insan mais j'ai un mèche de diplôme diplôme. وشين هي الدبلوم؟ سا فيجير عندك معلومات، عندك دي كونيسونس، هذا ما يقول. ولكن لا سيرتيفيكات تقول عندك دي كومبيتونس، انا متاكد باللي عندك لي كومبيتونس. كاين فرق، كاين فرق ما بين كاين فرق بين لا كونيسونس لا... هذا هو الموضوع تاع لا جورني. ورايحين نجيبوا اذا قدرت تجي، باسكو السفاره في الامن في الاردن ما حبوش يعطوا لي فيزا، ما فهمناش على الماش. جايتنا من الاردن الانسه هذه، جات من الاردن، انا نتكلم هاتي اكسبري باش فوالا دونك ما كاش دونك احنا عرضناها باش تجي تتكلم لنا على واش راه صاري في الاردن كونسيرنون لا سيرتيفيكاسيون كو. دونك حنا اون فو اتر دي كونسلتون سيرتيفيي باش المؤسسات تامن، باسكو على بالك في لا كولتور تاعنا الانسان اللي ما عنده ديبلوم ما يعطولوش خدمه. دركا حنا رايحين نطوروا نقولوا اللي ما عنده سيرتيفيكا ما يقدرش يخدم. طيب عفوا عن المقاطعه سيدي، هناك سؤال لمستمع عبر الفيسبوك، هل يمكن الاعتماد على المستشار كبديل للمدير التنفيذي للشركه او مؤسسه ما؟ وما البديل عن غيابه
فيها اعتمادا على قاعدة الإنتاج والإنتاجية. يعني كاين البعض ربما يقول في إنتاج وإنتاجية لمدى المستشار، في المقابل ما أهميته؟ هل يمكن هو أن يغير مدير تنفيذي؟ يعني يقدر. خدمت مع مؤسسة ما نقولش اسمها تاني ولكن تعرفوها، تخدم في الطبخ طبعا، دونك عرفناها شكون هي. كان عندهم مشكل يضيعوا بزاف لي ديشي، دونك هادي تنقسم لا بيرفورمانس تاعير لا برودكسيون كاينه ولكن اون بارتي دو لا برودكسيون راح تديشي، فهمتني؟ دونك يا با بيرفورمانس، دونك يا با دو برودكتيفيتي، كيما نقول لا برودكتيفيتي كاين لا برودكسيون ولكن ما كاينش لا برودكتيفيتي، تاتير كو بيسكو اون بارتي تاع الخدمه هذيك راحت المستشار يقدر يدير لهم سيستم. انا خدمت معهم ان سيستم بو ريدوير لي ديشي، سادير جو موتيف لي بيرسون كي فون موان دو ديشي يخلصوا اكثر من الاخرين. وهي نقاط مهمه كثيره. نختم فقط بنقطه في عجاله سيد سليماني، يعني انتم كمستشارين كجمعيه تنشط ولها جانب مهم، ما نصيب خريجي الجامعات او المعاهد او المكونين في استراتيجيتكم؟ هل فيه تكوين؟ هل في بحث عن وظائف؟ هل في توظيف؟ يعني السؤال جيد هذا، لانه ما لازمش يجوز 40 سنه ولا 50 سنه باش يكون عندك تجربه حياتي. يعني عندك الحق، واش ما لازمش نديروا الغلطه اللي داروها المؤسسات. الناس خرجت ولكن ما خلاو حتى واحد يعوضهم ولا ما الذي تقترحونه؟ دونك حنايا واش رانا حابين نديروا دركا؟ رانا نخدموا دابور. شو كاين الفاظ بالعربيه ما نقدرش نقولها، حنا راح نخدموا لي ريفيرون لو ريفيرونسيال دو كونسلتون، ريفيرونسيال ميتيي كونسلتون، مرجعيات او مرجعيات مهنه المستشار. نعم. و سور سيت باز لا اون va monter un programme de formation. برنامج شويني. Et on va sensibiliser les jeunes qui se cherchent parce qu'il faut que les gens aiment ce métier là. Ils viennent suivre le programme et puis quelques années après ils vont se faire certifier. Puisque je me contredis, le diplôme ne suffit pas, il faut la compétence. Donc la compétence, elle s'obtient. Comment? Voilà. Parce que quand j'ai la connaissance, il faut que j'ai la capacité de la mettre en exécution, en œuvre. C'est là que je vais commencer à développer les compétences. طيب كنت كلمتني فقط في عجاله على مشروع تكوين اعتقد في شرق البلاد. نعم هذايا سي فري، باش ندير انا ثاني اون انونس، ندير اون انونس للناس خنشله. انا الحين نديرو تكوين في خنشله لي جون اونيفرسيتير، الطلبه الجامعيين، الطلبه الجامعيه اللي كملوا ويحوسوا على خدمه. يلزم يكون حوس على الخدمه، هذه هي لا موتيفاسيون. طيب. كي يجي يتكون حنا اون لو فورمي، يا 46 جور دو فورماسيون، 46 يوم تكوين، فيه ثاني طرابس باش الانسان يكمل بمهنه، هذيك المهنه نقدروا نقدموها للمؤسسات في لا ريجيون باش نصيبوا لهم منصب عمل. المهمه تاع الجمعيه فيها زوج حاجات، فيها التكوين تاع les jeunes hadouma, les chabab hadouma. La deuxième partie de la mission, c'est qu'on s'est voulu mettre malina parce qu'on s'est voulu un khadma. Voilà. Donc, même si on a fait le mohimmat, Inch'Allah. أعتقد أنه أكيد المعلومة راهي سمع إليها الآن، ولكن خليني نختم بنقطة مهمة سيد سليماني. مسعى الحكومة ومختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات أكيد بحاجة دائما إلى دور المجتمع المدني، إلى دور الجمعيات ودور الخبرات على مثال خبرتكم للمساهمة ما استطعتم في الاستفادة من أو إفادة الاقتصاد الوطني، ولكن كما ذكرتم منح الفرصة للشباب أيضا، لأنه عدنا شباب وشابات ما شاء الله عليهم على ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي أو متحكمين في التكنولوجيات وعندهم إرادة أكيدة وطاقة كبيرة يجب استغلالها. سيد سليماني عبد الرحمن رئيس جمعية ترقية مهنة المستشار، شكرا جزيلا على قبول دعوتي.